أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يا سلام يا سلام، الله أكبر. الله 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 الله، يا سلام. إنه هو السميع البصير. اللهم صل على نور النبي. سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد.
اللهم صل على النبي. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلنا إسرائيل. وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. الله الله الله. ذرية من حملنا مع نوح. الله الله. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا.
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الله أكبر. يا سلام فيها كمان يا عم الشيخ مصطفى. الله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله الله صلى على السلام ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه تفصيلا
طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا ونخرج له يوم القيامة يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى اليوم عليك حسيبا
من يهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن الله
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الله الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الله الله الله. اهدى اهدى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وما كان عطاء ربك محظورا. كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر
أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم وما كان عطاء ربك محظورا. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك.
دخلنا على رسوله. يا سلام. وما كان عطاء ربك محظورا. يا سلام. تجلى عظيم. تجلى ملك اخر نعم على عظيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا لا تقتلوا أولاد
خلقهم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقربوا مال اليتيم
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم 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 إن السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الخلق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أول فيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ملاقٍ حسابي فهو في عيشة راضية في جنة قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا
في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم. الفاتحة.